السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفنا قبل كده موقع اسمه كاجل، والموقع ده كويس جدا، تقدر تكتب بيه اكواد البايثون وتقدر انت تتدرب عليها. كل عليك ان انت تيجي هنا كرييت وتقول له نيو نوت بوك، ويبدأ ان هو يديك منصة تقدر تكتب عليها الاكواد اللي انت عايزها، وزائد ان انت تقدر تلاقي قاعدة بيانات تقدر تستخدمها في البرمجة، تلاقي مسابقات تقدر ان انت تشترك فيها. كل عليك ان انت هتكتب الكود هنا وتقول له ران، فيبدأ ان هو يشتغل معاك. يعني على سبيل المثال ابسط حاجة ان انا هقول له برنت، واقول له هلو غزة، وتقول له رن، فيبدأ ان هو يطبق الاكواد دي. هنا عندي مثلا امبورت، ده هنا بيستدعي مكتبة معينة بحيث ان هو محتاج منها بعض الحاجات، وعندي هنا العلامة ديت هاش، دي معناها ان كل اللي هيجي تحتيها ده كومنت مش هيتنفذ او تنفذ، وكتب لي هلو غزة الجزء ده بس. طيب عندي برضو منصة تانية كاجل تبع جوجل، وعندنا كوبايلوت ده تبع مايكروسوفت، الاتنين مكانش تبع شركة مايكروسوفت ولا جوجل لكن هما اشتروها. تقدر ان انت برضو تكتب اكواد وتشوف ناس كتير عاملة مشاريع كويسة جدا تقدر ان انت تتعلم منها، ومنزلين كوبايلوت بيساعدك في ان انت تكتب اول حاجه، يبدا هو يكتب لك سطر البرمجه، يعني مجرد ان انت تكتب جزء معين هو يبدا ان هو يكمل لك الكود. طيب النهارده بقى هنتكلم على الكولاب، تمام؟ كولاب دوت ريسيرش دوت جوجل دوت كوم. لو كتبت كولاب جوجل في محرك البحث جوجل هيظهر معاك بسهوله. طيب دي المنصه اهيت، اول ما فتحت ظهر لي بالشكل دوت. ممكن اجي هنا بقى من فايل واقول له نيو نوت بوك، فيفتح لي نوت بوك ابدا ان انا ابرمج فيها، او اقول له اوبن نوت بوك وابدا اختار اني المنصه اللي انا عايز افتحها، تمام؟ ممكن تعمل سيرش، ممكن تدور في جوجل درايف، ممكن جيت هاب، في مشروع عجبك في الجيت هاب تقدر ان انت تدي له بس اللينك، تمام؟ او تعمل سيرش عليه هو يبدا ان هو يجيبه لك. في ابلود لو انت عندك الملف على الجهاز تقدر ان انت تفتحه. في اكسامبل بعض الامثله تقدر ان انت تختار منها، دي الحاجات اللي انا كنت شغال عليها الفتره اللي فاتت. طيب خلينا نجي هنا واقول له ان انا عايز ابدا نيو نوت بوك، ماشي؟ او حاجه تانية هوريها لكم برضو عشان توصل نفس النتيجه، ان انا هاخد هنا من جوجل درايف هقول له هنا نيو، فهو في الاول بيجيب لي الحاجات اللي هي يعني الناس كلها بتستخدمها، هقول له مور وابدا انزل لحد ما الاقي جوجل كولاب، فيفتح لي نفس اللي احنا لسه فاتحينها من شويه، تقدر تكتب بيها اي كود انت عايزه. على سبيل المثال هاجي هنا اقول له برنت، خلي بالك ان هو عنده حاجه اسمها جنريت ويز اي اي، يعني برضه اقدر ان انا استخدم الذكاء الاصطناعي في ان هو يساعدني في كتابه الكود لو انا حابب. يعني بقول له برنت انا عايزك تطبع لي، تمام؟ وهقول له بس ايه هلو غزه، ده بس كده مثال، تمام؟ لكن ان شاء الله نضرب امثله متخصصه اكتر. طيب ممكن اجي هنا اقول له كود بحيث ابدا حاجه جديده، تمام؟ واقول له مثلا ان الاكس بتساوي ابس، وادي له هنا رقم بالسالب، ابس هيحول لي الرقم السالب لموجب، تمام؟ هقول له برنت اكس. الداله دي موجوده جوه البايثون، يعني مش جوه مكتبه، يعني مش محتاج ان انا استدعي مكتبه، بدا ان هو يكتبها لي. طيب خليني اقول له مثلا طب الواي هتساوي بي او دبليو، وهقول له هنا بين قوسين مثلا 4 و3، دي معناها ايه الاس، يعني ده 4 اس 3، تمام؟ واقول له برنت الواي، اطبع لي الواي. فهيطبع الاول اكس زي المره اللي فاتت، وبعد كده هيطبع لي الواي. لاحظ ان انا هنا ما قلتلوش المتغير نوع ايه، يعني في بعض لغات البرمجه لازم اقول له ده متغير سترينج او نص او رقم نمبر او انتجر وهكذا، هنا لا، هو بيستنتج المتغير ويبدا ان هو يتعامل معاه، فده بيقلل المشاكل اللي بتظهر. طيب هقول له كود انا عايز اشتغل على مكتبه اسمها ماس، اعمال حسابيه، فلازم اقول له امبورت ماس،
وبعد كده هقوله بقى ان الاكس هتساوي ماس، بقوله جوه المكتبة دي بقى هاتلي منها اس كيو ار تي الجذر التلعيبي مثلا ل 64 مثلا. تمام، طيب خلينا نبدأ نشغله. او ما طلعليش حاجه اللي انا ما قلتلوش يطبع، قلت له بقى برنت اكس وقول له شغل، فقال لي 8. 8 في 8 ب 64. فزي ما انت شايف سهل جدا ان انت تكتب الاكواد، مش محتاج ان انت تسطب اي حاجه خالص، سواء شغل حقيقي او تدريب. بعد كده تقدر ان انت تعمل له داونلود وتحمله زي ما انت عايز. ممكن كل واحده من دول تعمل لها ديليت او تعمل لها نسخ او تعمل لها ميرور، او تقدر ان انت اوبن اديتور سيتنج تتحكم فيها زي ما انت عايز. ممكن تختار بقى اللون نفسه اللي انت شغال بيه، وفي كولاب اي اي تقدر ان انت تفعله من هنا. طيب خليني هنا مثلا في البرنت، انا عايز اعرف المتغير الاكس ده نوع ايه، فهقول له برنت وافتح قوسين واقول له طيب، والطيب هيبقى ليها قوسين، واقول له الاكس واقول له ران. تمام، قال لي ان هو فلوت. تمام، طيب دلوقتي بقى عايزين نشوف مكتبة تانية نستدعيها، فهبدأ اقول له انا عايز ابدأ جزء تاني، وهقول له مثلا امبورت كده. انا بستدعي بقى المكتبة، وبدل ما كل شوية اقعد اكتب ان انا عايز من النمباي دي حاجة معينة، هقول له از، هو قال لي ان بي، خلاص ان بي. طيب دلوقتي دي انا عايز ان انا اخد منها حاجة معينة، فهقول له اكس هتساوي مثلا، اتفقنا ان احنا بدل ما هنقول له بي هنقول له ان بي. تمام، وبعد كده هبدأ افتح الاقواس، ممكن اقول له array، عايز اشوف الاري، اعرف ان في هنا مصفوفة، وطبعا عشان يبقى مصفوفة لازم نديها الاقواس ديت، واقول له مثلا 44 55 66 77 22. تمام، طيب بعد كده ممكن نقول له بقى اطبع لنا برنت الاكس، بس طبعا ايه لازم نديله الاقواس بتاعته بالشكل دوت، ونقول له ران. اهو بدأ يطبعهم لي. ممكن اقول له بقى برنت مثلا انا عايز طيب الاكس، اهو قال لي ده نمباي دوت اري. طيب خليني اقول له ان انا عايز اطبع اكس، وبعد كده اقول له انا عايز مش اكس كلها، لا ده انا عايز رقم واحد، هيطبع لي بقى انا رقم فيهم طبعا 55. ليه؟ لان هو بيبدا العد من الزيرو، فهو هيسيب زيرو ويطبع اللي هو 55، لان هو ده بالنسبه له رقم واحد. طيب لو انا عايز اطبع كلمه قبل كلمه الاكس ديت، وليكن مثلا لازم اديله العلامتين دول، واقول مثلا the number is، وهديله ان دي جملة تانية، واقول له run. فطبع معايا بالشكل دوت. طيب دلوقتي لو انا عايز بقى اطبع الارقام اللي في المصفوفة دي واحدة واحدة، فممكن اقول له ايه فور دي على اساس انها لوب، واقول له اي، اي دي يعني اللي هو الايتم اللي موجودة في قلب المصفوفة ديت، اكس، واقول له برنت اطبع لي الاي، ونعمل ران. طبعا اللي هو واحد واحد، يعني المصفوفة هيروح لاول واحد اللي هي 44 يطبعها، وبعد كده يروح 55، وبعد كده 66،
لحد ما يخلص على المصفوفة كلها. طيب لو انا بدور على قيمة معينة، يعني مثلا بدور على 77 ديت، بس مش عارف هي ترتيبها كام، عندي كمية داتا كتيرة جدا وبدور على حاجة معينة، فممكن اقول له بقى ايه، اطبع لي الزد مثلا. الزد دي هتساوي ال ان بي، تمام، اللي هي النمباي، وبعد كده هقول له وير، انا بدور على قيمة معينة وير، وبعد كده هقول له ان الاكس بتساوي يساوي يساوي واحدة، يبقى انا كده ايه بديله قيمة معينة، بعمل اساين للقيمة دي. انما هنا انا بقول له انا بدور على قيمة اللي هي 77، تمام. طيب وبعد كده اقول له بقى اطبع لي الزد، الزد نعمل رن. اهو قال لي ان هي هتلاقيها رقم 3 0 1 2 3 اللي هي 77. طيب لو تلاحظ كده ان الداتا مش مترتبة، فانا عايز ارتبها، فاقول له اطبع لي برنت وبين قوسين، هقول له ال ان بي دوت سورت، انا بستنى لان هو المفروض ان هو ايه يكملها لي، تمام، واقول له الاكس ال 22 في الاول، بعد كده 44، وبعد كده 55، 66، 77.